يعني البداية كانوا مقررين أصلا بتر في قطر يعني، لكن الحمد لله يعني في كان عنده شريان شقاله هذا، وعملوا له بعض العمليات بس وقفنا على العظام، قالوا ما نقدر نعملها، فطلبنا وش تاني هنا. بعد أن انتهينا من هاتين الخطوتين الأساسيتين في العلاج، تأتي الخطوة الأخيرة وهي التدرب على المشي والقيام بالعلاج الطبيعي من أجل زيادة قوة العضلات والمحافظة على التوازن، حيث استغرقت مدة العلاج حوالي 6 أشهر بعد الجراحة، وأصبح المريض بمقدوره الوقوف على ساقيه والبدء بالمشي. ناصر العمادي من قطر. هلا بيك حبيبي. والله احنا جينا عشان عبد الله الحادث اللي عمله في رجله، يعني البداية كانوا مقررين أصلا بتر في قطر يعني، لكن الحمد لله يعني في كان عنده شريان شقاله هذا، وعملوا له بعض العمليات بس وقفنا على العظام، قالوا ما نقدر نعملها، فطلبنا وش تاني هنا. يعني أنا بنفسي طلبت وش تاني، مش هو كان الأساس ألمانيا طبعا مش هنا، بس لأن أنا أعرف وش تاني فطلبت وش تاني. اللي هو حادث في الرجل، كان عنده طبعا ما في لا لحم ولا عظم ولا الجلد مش موجود بالكامل، عملوا له في قطر اللي هو عملية اللحم، يعني العظم كان مفروم فرم يعني مش موجود، يعني هو عنده كان فراغ العظم كان مكان الحادث وقع، طبعا العظم واللحم كان الحادث وقع. بخصوص حالة عبد الله ناصر، فقد جاء إلينا بكسر في عظام الساق، حيث قد خضع للعديد من العمليات الجراحية، إلا أن العظام المكسورة لا تزال غير ملتصقة ببعضها، كما أن الأنسجة المحيطة بمنطقة الإصابة قد أصيبت بالعدوى، إذ جاء إلينا واضعا جهاز تثبيت عظام الساق، وهو أداة معدنية على شكل إطار دائري فولاذي يقوم على تثبيت عظام الساق من الداخل للخارج، يمر عبر طبقة اللحم والجلد. قمنا بتقديم المشورة الطبية للمريض وعائلته حول الخطة العلاجية، حيث قمنا قبل معالجة الكسر بالتعامل مع الالتهاب الموجود في الجرح، إذ قمنا بإزالة جهاز التثبيت للعظام وتضميد الجرح وتنظيفه، إلى جانب وضع الجبيرة الصغيرة، وقد لا تكون الجبيرة قادرة على تثبيت العظام بشكل كامل، ولكننا أردنا معالجة العدوى أولا. بعد أن تم القضاء على الالتهاب الموجود في الجرح ولم تعد الأنسجة مصابة بالعدوى، قمنا بالخطوة التالية وهي معالجة العظام المكسورة وجعلها تلتصق ببعضها البعض من أجل أن يتمكن المريض من الوقوف على قدميه والمشي بشكل طبيعي، وذلك من خلال الجراحة عبر إدخال المعدن الفولاذي الذي يسمى بالمسمار النخاعي إلى داخل العظام بهدف جعل العظام المكسورة تلتحم ببعضها من الداخل، وهو ما يجعل المرضى باستطاعة ممارسة حياتهم اليوم بشكل عادي بعد أن تتماثل العظام للشفاء. بعد أن انتهينا من هاتين الخطوتين الأساسيتين في العلاج، تأتي الخطوة الأخيرة وهي التدرب على المشي والقيام بالعلاج الطبيعي من أجل زيادة قوة العضلات والمحافظة على التوازن، حيث استغرقت مدة العلاج حوالي 6 أشهر بعد الجراحة، وأصبح المريض بمقدوره الوقوف على ساقيه والبدء بالمشي. أنا أعرفه من بدايته، لأن كان لي زيارات هني لتايلاند، أيه، وجيت مع واحد من أصحابي كان يعاني من آلام في الكتف، وجيت أعالج هنا هو. لا الدكتور ممتاز فعلا يعني، وتعامله الحمد لله راقي جدا يعني، والممرضات والكل طبعا ما شاء الله يعني. الأمور كلها الحمد لله يعني، حتى عبد الله كان هنا مرتاح صح ولا لا؟ يعني مرتاح الآخر أصلاً، سواء من يعني شوف الجلسة تعتبر عائلية هنا، يعني مع الناس الموجودين، المجلس الموجود هنا، سواء
للرجال او السيدات يعني. عمل جو اسري حلو يعني. ايه والله انا بالنسبه لي اللي عنده مشكله في العظام ما يروح مستشفى ثاني صراحه، لانه انا اشوف عن تجربه هنا الافضل. ما نبي نذكر مستشفيات ثانيه، مستشفيات كبيره في تايلاند، وانا واحد رحت مستشفى كبير في تايلاند عشان العظام، بس هو هنا الافضل طبعا. ايه والله اشكركم كلكم، من أكبر واحد لأصغر واحد وللناس الموجودين أصلاً هنا، حتى المرضى يعني اللي ما قصروا والله. الله يجزاكم خير. ดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ